هنعمل الصنف اللي كبار وصغيرين ما بيختلفوش عليه، وهو البيتي فور. بس البيتي فور بنقسمه لتلاتة. يعني ايه بنقسمه لتلاتة؟ على حسب ما حضرتك عايزة او على حسب الذوق بتاعك. يعني ايه؟ يعني في بيتي فور ناعم خالص دايب دوب اللي احنا بنعمله النهاردة ده، اللي هو تبقي ماسكاه كده القطعة الوحدية على قد البق وتلاقيها بتدوب وما بتشرقش. طيب التاني اللي هو المتوسط اللي بيبقى ماسك نفسه شوية، اللي هو تحس ان هو يعني دايب بس ايه مقرمش من بره، تقطمي في قرمشه لكن مجرد ما يدخل البق بيبقى دايب خالص. في بقى اللي هو ناشف، تحس ان هو عجينه بسكوت، تاكليه تقول ايه لا ده عجينه بسكوت بس مشكلينها بيتي فور. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ الفرق بين الثلاثه المقادير واحده وكل حاجه، بس الفرق بين الثلاثه البيض. يعني ايه؟ يعني انا النهارده ان شاء الله باذن الله مستخدمه 6 صفار بيض، صفار بيض بس مش حاطه معاه بياض. ده علشان يبقى دايب خالص، ان انت تمسكي الريحه بتاعته جايبه اخر الدنيا وتمسكي الواحده تحطيها في بقك دايبه من بره ومن جوه. طيب المتوسط اللي هو مقرمش من بره ودايب من جوه، بنحط 3 بيضات كاملين و3 اصفر بيض. 3 بيضات كاملين و3 اصفر بيض. طيب اللي هو بقى اللي بيبقى تحس ان هو عامل زي البسكوت، بنحط 6 بيضات كاملين. 6 بيضات كاملين ده اللي الفرق بين الثلاث. يعني كل نوع ليه قوام، وعلى حسب بقى ذوقك وعلى حسب اللي انت عايزاه. عايزاه دايب خالص يبقى هنعمله زي ما احنا هنعمله النهارده، اصفر بيض بس. عايزاه متوسط والسمك بتاعه يكون متوسط يبقى نص المقدار بتاع البيض، بيض كامل وصفار بيض. عايزاه زي البسكوت يبقى بيض كامل. دي اساسيات البيتي فور علشان نشتغل يطلع معانا نتيجه مظبوطه. طيب كيلو الدقيق النهارده انا حاطه عليه يعني مش نص زبده، لا ازيد من نص شويه، ازيد من النص شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا كيلو الدقيق بياخد نص زبده، لا احنا هنحط مثلا ايه 100 جرام زياده علشان العجينه تاخد وتدي معايا كده وتتشكل بسهوله في الكيس. ربعه سكر، دقيق كيلو، نص زبده او ازيد من النص شويه، ربع سكر بودره، والسكر لازم يكون بودره، ما ينفعش ان هو يبقى سكر وحبيبات علشان يديني نتيجه مضمونه. طيب عندي عجان هشتغل بيه النهارده وزي ما احنا هنعمل مع بعض، ما عنديش عجان ما فيهاش اي مشكله، هرجع زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا، بندعك السكر مع الزبده ببطن ايدينا كده اهوت لحد الخليط ما يبقى كريمي خالص وفاتح. ابدا انزل بالبيض مع الفانيليا او صفار البيض مع الفانيليا، اتخلط كله كويس جدا. طبعا معايا بيكنج باودر، بيكنج باودر مش عايزاكي تكتريه، يا دوب هو نص معلقه صغيره على الكيلو، هو لازم بيكنج باودر في البيتي فور، مش هيفرش معايا، لا السكر لو زاد هيخليه يفرش معاكي، ونفس النظام للبسكوت. لكن السكر لو مظبوط البتيفوريه هتطلع مظبوطه. طيب البيكنج باودر ده هيعمل ايه؟ هيعلي لي البتيفور، هيعليه الكوبري بتاعه او النفشه بتاعته في العلو مش في الحجم البتيفوريه نفسها، نخلي بالنا من اللي احنا عاملينه. طيب هينزل المقدار بتاعنا على الشاشه، صباح الفل يا احمد، هينزل معانا على الشاشه ونكتبه ونصوره، واستاذنك بس نخليه شويه كده على الشاشه علشان امهاتنا اللي بيكتبوا ورانا بالراحه. تمام تسلمي. مقادير البيتي فور، وده البيتي فور الاصلي اللي هو الدايب دوب، وقلت لكم ايه الفرق بين الثلاثه. طيب معايا 6 كوبايات دقيق، 6 كوبايه دقيق، 3 كوبايات ونص زبده بدرجه حراره المطبخ، 3 كوبايات ونص زبده بدرجه حراره المطبخ. طيب معايا 1.5 كوبايه سكر بودر ويكون منخول عشان ما يبقاش فيه تكتلات. معانا ايه كمان؟ معايا 6 اصفر بيض، انا قلت النهارده علشان عايزاه دايب خالص ويكون دايب من بره ومن جوه، فانا حاطه له اصفر بيض بس. لو عايزاه متوسط يبقى 3 اصفر بيض و3 بيضات كاملين. عايزاه زي البسكوت يبقى 6 بيضات كاملين زي ما هم من غير ما افصله. طيب معانا فانيليا نص معلقه صغيره يا رغده على الكيلو، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، 2 كبار كاكاو خام علشان لو هناخد جزء من العجينه نشكله بالكاكاو ونروح حاطين نشكله يبقى شوكولاته. ولازم لما نيجي نسوي البيتي فور لو هنسوي شوكولاته نحطه مع ابيض علشان ما يغمقش في الفرن، ونرجع نقول احنا مش عارفين استوى ولا ما استواش، فخلي دايما بني مع ابيض. لو انت عامله بني استوى الابيض يبقى استوى البني زي ما هو. المقادير سهله وبسيطه جدا نمشي عليها زي ما احنا قايلين كده علشان تطلع معاكي عجينه ملبن. هنشوفها واحنا بنشكلها في الكيس، وهنشوف النهارده باذن الله 4 اشكال من البلابل اللي نقدر نشكل بيهم البيتي فور. طيب هنزين بايه؟ عندنا بقى شوكولاته دارك مذابه، عندنا بيضه وبني، وعندنا مربى مشمش، ممكن تعمليها فراوله، معانا مكسرات مجروشه، فول سوداني، فستق، ايا كان. عايزه تسيبيه ساده زي ما هو ماشي، عايزه تلزقي الاتنين مع بعض بمربى وتحطيهم في الشوكولاته سواء البني او البيضه وعليهم مكسرات ماشي، عايزه تعمليهم بالمربى وتحطيهم في الفستق او السوداني ماشي،
اللي انت عايزاه اعمليه، واللي موجود عندك في البيت اعمليه. طيب تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا نشتغل. عندي العجان بسلاح الكف زي ما حضراتكم شايفين كده، سلاح الكف دوت علشان يخلط الزبده مع السكر ويديني الخليط اللي انا عايزاه. هعمل كده بسم الله. شايفين الزبده بدرجه حراره المطبخ، انا مش عايزاها ولا تكون ساقعه من الثلاجه ولا تكون سايحه ومدوبينها خالص، لا نسيبها بره في المطبخ مع الحر اللي احنا فيه ده، يبقى هو ده يا دوب اللي احنا عايزينه. ادي الزبده وادي السكر البودره مع بعض، يتخلطوا كويس جدا لحد الخليط بتاعها ما يبقى كريمي ويفتح، اللون بتاعها هيبقى مبيدي شويه، مش هيبقى مصفر بالشكل ده. بسم الله. نبدا على درجه هاديه كده عشان السكر البودره ما يطرش في وشنا، وبعد كده نبدا نعلي السرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كل اللي في الجوانب وننزل كل اللي في سلاح العجان ونبدا بعد كده نشتغل. مشغلين العجان على الزبده عشان يوصل اللون للشكل ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ كريمي قوي، اللون فاتح والخليط كريمي. بصوا كده، بصوا معايا يا احمد. شايفين اللون ده؟ ده بتاع الزبده في الاول. ده بتاع الزبده في الاول، بصوا اللون بتاعها مصفر ازاي؟ وده اللون اللي احنا وصلنا له. ايوه كده. اوكي. شايفين الفرق بين اللونين؟ ده اللي كان في الاول وده لما اتعملت مع السكر وبقت كريمي ولونها فتح بالشكل ده. طيب كل اللي انا محتاجاه دلوقتي اروح عامله كده ومجمعه كل اللي في الحروف علشان ابدا انزل بالسته صفار بيض ومعاهم الفانيلي، علشان بعد كده اروح حاطه البيكنج باودر مع الدقيق وابدا ان انا اجمع العجينه بتاعتنا. ادي السته صفار بيض هحطهم كلهم مره واحده وانا احط عليهم الفانيليا وهو كان العجان شغال، واخلط الخليط كويس جدا لحد ما يبقى ناعم. هتبداي تخلطي في الاول هتلاقيه ان هو بدا يكتل معاكي كده ويخرز، ما تقلقيش من اي حاجه، ابداي شغلي عليه العجان زي ما هو، ولو بتشتغلي بايدك ابداي ادعكي بايديكي لحد ما يبقى الخليط بتاعنا ناعم خالص. حطينا البيض مع الفانيليا، نبدا نشغل عليه، انا شغاله براحتي خالص عشان لو في اي سؤال عندكم عايزين تسالوه على البيتي فور، انا عامله البيتي فور بس النهارده، اهم حاجه ان العجينه تطلع معاكم مظبوط، لو العجينه طلعت معاكم مظبوطه بتعملوا التشكيلات اللي انتوا عايزينها، ان شاء الله حتى تعملوا بالمكنه، تعملوا بالقمع اللي هو الصغير بتاع البسكوت ده يديكوا الشكل اللي انتوا عايزينه اللي هو الفستونات دي، لو انت ما عندكيش بلابل بكياس حلواني، تشتغلوا براحتكم اللي موجود عندكم، تعالوا بقى نشغل كده على البيض والفانيليا، بسم الله. الخليط بقى بالشكل ده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ابدا اعمل كده. بصوا على اللي انا بعمله، انا عملت كده لما قلبت مع البيكنج باودر وسايبه حبه دقيق في الاخر وهخلط العجينه. ليه عملت كده؟ انا ممكن اروح حاطه كيلو على بعضه مره واحده وابدا ان انا اعجن. انا مزوده مقدار الزبده شويه علشان يبقى ماشي مع مقدار الدقيق اللي هو الكيلو، بس برضو بيختلف بين دي ودقيق، ودي حاجه بتقلقني انا شخصيا وانا شغله. فبعمل ايه؟ بحط الدقيق كده وبسيب حبه في الاخر مقدار كوبايه واشكل العجينه. والله لمت معايا وزي ما انا ما عايزاها وبقت زي الفل ماشي. احتاجت الدقيق اللي انا منقصاه ده برده مش هحطه كله مره واحده، لا هحط نصه لما اشوف هتلم معانا ازاي عشان ابقى شغاله وانا مطمنه. بسم الله. برده نبدا على الهادي علشان الدقيق ما يطرش في وشنا، وبعد كده نبدا ان احنا نعلي شويه شويه. شايفين العجينه؟ بص المراحل بتاعتها بتتغير ازاي. بصوا كده شايفين القوام؟ بصوا انا في تلزيقه انا مش حباها، بصوا التلزيقه دي انا مش حباها، معنى كده ان انا محتاجه فعلا الدقيق، محتاجه فعلا الدقيق اللي انا
شلته من المقدار. هعمل كده وراح عامله كده، وبملمس العجينه انا كده شايفه ان هو بسم الله هياخد المقدار كله اللي انا كنت منقصاه. وريكم يعني ملمس العجينه قبل ما احط شويه الدقيق الزياده. تعالوا بقى دلوقتي لما نخلطه مع باقي المقدار اللي احنا اصلا محددينه في المقادير بتاعتنا، هنشوف الملمس هيختلف كان ايه وبقى ايه دلوقتي حالا. بسم الله، بالراحه برضو نشتغل بالراحه كده وعلى الهادي، محدش بيجري ورانا علشان تطلع الحاجه معانا مظبوطه وزي الفل. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 170، ممكن توصل ليها لدرجه حراره متوسطه لو ما عندكيش درجات حراره في الفرن، يعني من 170 ل 180 هيبقى حلو معاكي قوي. بسم الله ما شاء الله، بصوا كده بقى معايا، شايفين المنظر؟ بصوا كده، ده بقى اللي انا بتكلم عنه. الاول لما كنت بعمل ايدي كده كانت بتطلع ملزقه ومنتشه فيها عجينه، لكن بصوا كده لما حطيت بقيه مقدار الدقيق مفيش التنتيشه اللي احنا بنتكلم عنها. اهي ايديا زي الفل اهي، مفيهاش التنتيشه اللي بنتكلم عنها. كده فاضل ايه؟ مش فاضل اي حاجه غير ان انا اقسم العجينه بتاعتنا ل اكياس حلواني بثلاث بلابل مختلفه والشكل اللي انت عايزاه. في بلابل كتير تانيه مختلفه غير دي تنفع للبتيفور. لو انت بتنزلي العتبه في محلات في العتبه بتبقى مخصصه لبيع البلابل دي والادوات بتاعه التشكيل، بتبقي واقفه مش عارفه تاخدي ايه ولا ايه من كتر الاشكال اللي موجوده، وبيبقوا حاطين لك زي كارت كده في شكل البلبله بشكل الرسمه اللي بتطلع منها. فبجد يعني ما شاء الله عليهم الناس طبعا اللي هي بتبقى غاويه ان هي تعمل الحاجات دي على طول، يفضل ان الحاجات دي تبقى موجوده عندها. اكياس الحلواني اللي انتوا بتجيبوها يفضل ان انتوا تجيبوا القماش، ومش غالي على فكره، علشان يفضل عندكم، بتخلصي وتغسليه وبتشيليه بيبقى زي الفل. بصوا كده المقدار، شايفين المنظر عامل ازاي؟ دي هتبقى لوزه. وابدا اقسم المقدار بتاعنا على ثلاث اكياس ونشوف كل شكل هيطلع معانا عامل ازاي. الفرن شغال معانا على درجه حراره من 170 ل 180 علشان يطلع لنا البتيفور مظبوط. بصوا كده جبنا الثلاث اكياس، وهوريكم دلوقتي نشكل ازاي بسهوله. ما تمليش كيس الحلواني لاخره علشان مش هتعرفي تشكلي بيه هو الاخر، ضغطه ايديكي نفسها مش هتطلع لك العجينه. حتى لو العجينه ناعمه زي ما احنا ما عاملينها كده وفي منتهى الجمال هتبقى تقيله برضو على ايديكي. فهوريكم دلوقتي هنشكل ازاي ونصبح على مين يا رغده. بسم الله، كده الصاجات بتاعتنا مش هدهنها حاجه، البتيفور عندي فيه زبده فانا مش هدهن ولا زيت ولا الكلام ده كله. الكحك والبتيفور ما بدهنش الصاج حاجه، البسكوت بس اللي بدهنه زيت، وبدهنه زيت على خفيف كده. بسم الله، طبعا احنا عاملين نسخه من البتيفور ومسويينه ومشكلينه، فهنشوف الاشكال اللي احنا عاملينها. وعايزه اقول على حاجه بس يا جماعه، والله يعني تسلم ايد شيفات المطبخ احمد، اسمه احمد ايه عشان بيزعل لما بقول احمد شرابيه. احمد ايه عشان بيزعل لما بنقول احمد شرابيه. تسلم ايده طبعا، تسلم ايد شيف مدحت وشيف احمد فرج. بجد يا جماعه والله هم بيتعبوا معانا، بيجوا قبلنا بكتير، يعني انا باجي بدري فهم بيجوا بدري قبلي كمان، فتسلم ايديهم بجد. نسخ البسكوت والحاجه اللي انتم شايفينها اللي انا بطلع بيها دي والكحك والكلام ده كله هم اللي عاملينها. وارجع واقول تاني علشان في ناس بتطلع تقول لي يعني هم اللي عاملين النسخ، امال انتم بتعملوا ايه؟ طيب حضرتك في وقت برنامج احنا ملتزمين بيه، اكيد مش هقعد حضرتك الحلقه كلها تستني لما ابدا ان انا اشكل وابدا اسوي وابدا ازين وارص. فاحنا بنوريكي الاساس بتاعنا وكمان بنسوي منه، مش ان احنا بنوريهولك وبس. طيب النسخ دي معموله بايه؟ ما هي معموله بمقاديرنا احنا، يعني كل شيف من شيفات القناه النسخ اللي بتطلع موجوده معايا على الشاشه معموله من مقاديره. هو الشيف التحضيري ما بيعملش غير ان هو بياخد مقاديرنا يبدا ان هو يشتغل بيها ويبدا يشكل ومن نفس الاشكال اللي احنا بنعمل بيها عشان بس نوريكم الشكل النهائي.
لكن هم بيشتغلوا من مقاديرنا احنا، احنا اللي بنبقى زي ما بنقول لحضراتكم كده المقادير، هم بيبقى عندهم جوه سكريبت كده مكتوب في المقادير، مكتوب في الطريقه يحط ايه قبل ايه، يعمل ايه قبل ايه، يزود ايه وينقص ايه، كل ده احنا اللي بنبقى قايلينه. فطبعا تسلم ايديهم على تعبهم، تسلم ايديهم بجد بجد يعني. هوريكم لما نرجع من الفاصل تشكيلات البتيفور اللي معموله واللي متزينه. طيب تعالوا كده دلوقتي بصوا كده ماسكه الكيس، احنا حطينا العجينه اهي تمام. لو انا مسكت كده وهي العجينه كلها معموله كده وعملت كده وضغطت ايديا نفسها من هنا، الصوابع دي هتوجع. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل كده وبروح جايه من هنا كده وراح اسمكت كده واروح لفه دي، اللفه اللي انا بلفها دي كده عشان اجي اضغط بتبقى اسهل. والجزء الثاني اهو انا ماسكه فوق، يبقى ايدي الشمال اهي ماسكه اللي فوق، بقيه العجينه اهي، الاساس اللي انا هشتغل بيه اهو مبروم من هنا علشان اعرف امسك كده واضغط بسهوله. طيب اجي اشتغل اروح عامله كده، بسم الله بسم الله، شايفين؟ قاعده ولفه واروح سحبه، قاعده ولفه واروح سحبه، شايفين المنظر؟ تاني بسهوله وكل بساطه اهو، نزلت جزء من العجين من فوق لما اللي هنا ده خلص، لما ده كده انا شكلت بيه رحت منزله جزء من العجين وابدا ان انا ابرم تاني بالشكل ده كده. بصوا التشكيله بالظبط عشان تعملوها في البيت، بمسك كده ايديا واقفه مش مايله، ايديا واقفه قاعده واروح مميله شويه واروح سحب، قاعده وميل واسحب، قاعده وميل واسحب، شايفين المنظر عامل ازاي؟ عينيا الاتنين حاضر. تخلص العجينة تنزلي، شايفين ملمس العجين نفسه والقوام بتاعها عامل ازاي؟ حاجة بتتكلم عن نفسها. نمشي على المقادير مظبوطة. العجينة كلها اهي انا حطيتها، بقسم من هنا كده واجي اروح. بصوا ما شاء الله العجينة من كتر ما هي ماشية معانا زي الفل اللي بتعمل على طول. بصوا راح برمى من هنا واروح ماسكة كده، وايدي الشمال اهي واليمين اهو، بصوا كده بسم الله. ده شكل تاني من اشكال البتيفور، ده بجد يا مونتي بجد ده يبدو فعلا العجينه بتاعته لوز لوز لوز. يلا نطلع فاصل، نطلع من الفاصل اكون شجلت الصاج دوت في الفاصل ونرجع نسويهم في الفرن ونشوف اللي احنا عاملينه قدام حضراتكم دلوقتي التسويه بتاعته هتبقى عامله ازاي. الفرن بتاعنا مظبوط على درجه حراره 170 ل 180 مشغلاه قبل ما نبدا اي حاجه، وخلوا بالكم ان البتيفور ما بيقعدش كتير في الفرن، ما بيقعدش كتير في الفرن، يعني مجرد ما هيتحط 10 دقائق بكتير عشان الفرن سخن ياخد اللون بتاعه الحلو، نروح مطلعينه على طول. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الله اكبر عليه. في ناس كتير بتقول لك ايه، انا لما بعمل البتيفور يا نونا بيفرش معايا. احنا قلنا سبب فرش البتيفور او البسكوت السكر الزياده، السكر الزياده، امشي على مقدار السكر مظبوط، والسكر يتحط بودر ما يتحطش يعني ما يتحطش حبيبات. وخلي بالك ما ينفعش ان انت تعايري السكر حبيبات تمام وبعد كده تطحنيه بودر وبعد كده تروحي معايا حطاه على المقدار. ما ينفعش اعاير السكر وهو حبيبات وهو ده اعتبر ان هو ده المقدار بتاعي، مثلا كوبايه ونص سكر، ما ينفعش اعملها حبيبات وبعد كده اطحنها واحطها هي هي، لان لما بيتطحن بيزيد، لما بيتطحن بيزيد، يبقى انا اعايره وهو بودر، اعايره وهو بودر، خلوا بالكم الموضوع ده كويس جدا. طيب تعالوا كده، احنا قلنا مشكله ان البتيفور بيفرش مننا، احنا عملنا العجينه قدامكم دلوقتي حطيتها في الكيس الحلواني وشكلتها، بسم الله الله اكبر اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ فوق بدا ياخد اللون الذهبي، يعني دقيقه كده بالظبط او دقيقتين وهنزل اللي فوق وارفع اللي فتحت فوق. شايفين الله اكبر الحبايه بحبايتها زي ما احنا معاملين. ناس كتير كان ممكن تقول لي نونا البيكنج باودر اللي انت حطاه هتخلي حبه البتيفور تفرش، لا هي مش هتفرش كده، هي هتفرش كده، هتدي علو، لكن مش فرش اللي هو في حجم الواحده نفسها. الحجم اللي احنا عاملينه مع بعض وشفتوه معاكم هو اللي في الفرن، وهنشوف لما يطلع ان شاء الله باذن الله شكله هيبقى عامل ازاي. طيب احنا كنا شكلنا بالبلتين وتعالوا نشوف التشكيله التالته، التالته هتبقى عامله ازاي. بسم الله، بصوا برده ادي
العجينه كلها، ما بعملش كده مع ان العجينه ما شاء الله عليها ماشيه معايا زي الحلاوه. طيب بس مش هعمل كده، باجي من هنا اقسم كده اهي وابرم، وايدي الشمال هنا واليمين هنا، وابدا ان انا اشكل. بسم الله. شايفين اهي؟ اه مخرم الجنب. شايفه عارفه فاكره الخرطوم لما بتاع الميه لما بيبقى مخروم كده ويطلع ميه لوحده كده، او كيس الحلوين كده. بصوا انا الشكل ده عامله ليه كده؟ علشان لما بيستوي بنحط في النص بتاعه الناهيه بتاعه العجينه دي بحط سنه مربى، واروح حاطه عليها من فوق لزايه بندقيه فستقيه زي ما انتوا عايزين. يبقى ده شكل تاني اهو من التشكيل بتاع البتيفور، او شكل تاني بقى. طيب بصوا عايزه اوريكم حاجه معايا يا احمد. شايفين هنا؟ شايفين التقطيعه دي؟ في هنا تقطيعه، هي تحس ان الرسمه نفسها قطعه. طيب القطعه دي من ايه؟ علشان الكيس فيه هوا. لكن لما انا شفت القطعه دي بالمنظر ده كده وضغطت على الكيس، بصوا اللي بعدها عامله ازاي؟ طالعه ناعمه خالص. فخلوا بالكم من الحاجه دي اهو. بصوا نضغط على الكيس ما يبقاش فيه هوا، هتطلع معانا ولا مقطعه ولا اي حاجه. شايفين؟ الله اكبر، العجينه ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. نحركه بالراحة لأن زي ما قلت لكم إن هو دايب دوب. دقيقتين ونرجع نبص عليه. دقيقتين وهطلع الصاج اللي تحت واللي فوق يكون خد اللون بتاعه تمام وزي الفل. طيب شايفين؟ تبقى عالية بالشكل ده كده علشان لما تلزقيها او لو هتسيبيها عالية زي ما هي كده هتبقى في منتهى الجمال. بسم الله. بسم الله الله اكبر، اللهم بارك. وانتوا شغالين انتوا ملاحظين ان انا طول ما انا شغالة بسم الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. طول ما انتوا شغالين برضو بتعملوا حاجتكم اعملوا حاجه زي كده، وخصوصا لما تكون حاجه عجباكم وانتوا بتشتغلوا فيها. ايه ده، هو احنا هنحسد حاجتنا؟ اه طبعا في ناس بتحسد ولادها لما يبقى شكلهم عاجبهم قوي كده، او ما شاء الله تربيتهم بتبقى كويسه، او هو ربنا هديهم وكده بيحسد. احنا ممكن نحسد على يعني ايه، يقول لك ايه ما يحسدش المال لاصحابه. فطول ما انتوا شغالين خلوا ذكر الله دايما في بقكم، صلاة على النبي في بقكم عليه افضل الصلاه والسلام، علشان ربنا يبارك في الحاجه اللي بتعملوها. بسم الله اللهم بارك. نحط بالراحه وما يبداش ان احنا نشيله من مكانه الا لما يبرد خالص. لا انا حاسه ان دوت عايز شويه كمان. ما تستعجلوش على الحاجه، خلوها تاخد حقها في السوى. تمام، نحط ده كده في الفرن وتعالوا نطلع فاصل. وطبعا في الفاصل هكون طلعت اللي فوق عشان مش هيقعد، يعني هو مش هيقعد لحد ما نرجع من الفاصل، واروح حاطه التاني اللي قصاده. حطينا شلنا الصاجين زي ما حضراتكم شايفينهم كده، التسويه بتاعتهم هايله قوي، عايزينهم غامقين فاتحين زي ما انتم عايزين. وادي الاثنين التانيين اهم، الله اكبر الله اكبر اللهم بارك، ولا فرشوا ولا نفشوا ولا اي حاجه. هقفل كده دقيقه كمان، تابعوا الفرن يا شباب عشان ما يتحرقش، رغده لو اتحرقها كده. طيب ماشي حاضر، ثانيه واحده. هنزل دلوقتي مقادير البسكوت اللي طلبت مننا، واحنا منزلين مقادير البسكوت كده هبدا اخد الساده اللي احنا لسه عاملينه ونزينه ونقدمه في شكل بقى فرداني. مش لازم ان احنا نحط الاثنين على بعض، لا هعمله بشكل فرداني كده، والتزيين بتاعه سهل جدا وبسيط. همسك كده، بسم الله، هاخد ده الاول عشان ده اللي برد اكتر. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا يا احمد كده،
بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين؟ نضحي بواحده ونكسرها ونشوف الدوبان بتاعه. تسلمي لي يا رب. يا نهار ابيض على الدوبان، يا نهار ابيض. بصوا الله اكبر علينا ما شاء الله. يعني والله خساره اللي انا فتفتها دي، حرام. بصوا بقى هنروح، بصوا تسيبوه يبرد خالص عشان يطلع معاكم بسهوله كده. هعمل ايه؟ هروح عامله كده جايه من الطرف بس كده ومغطسه في الشوكولاته البيضاء. اسهل من كده مفيش. وابدا ان انا ارص على طبق التقديم على طول، ارص على طبق التقديم على طول، وقبل الشوكولاته ما تنشف اروح عامله كده. نكسر اللون. انا عامله الفستق علشان الشوكولاته البيضاء، والسوداني او البندق للشوكولاته الدارك علشان نبقى كسرنا اللون بالشكل ده كده. شفت من كتر الدوبان بتاعه ده دب قوي قوي. معانا تليفون؟ طيب عايزين نفوز ونبص على اللي في الفرن. حاضر، عينيا الاثنين. حلو قوي. ماشي، اطلبي طلباتك كلها مره واحده. بصوا كده الله اكبر عليك بجد. والله يا جماعه لو جربتوا المقادير دي يعني انسوا اي طريقه تانية جربتوها في البيتيفور. الناس اللي بتبقى حباه ان هو يكون دايب قوي يعني جربوه على تست، مش مشكله، جربوها بنتيجه مضمونه جدا. قلنا لكم التلات. بصوا والله فعلا من كتر ما هو دايب مش مستحمل حتى ان انا احطه في الشوكولاته. بتمني نفسك يعني. ماشي، لو عايزينه بقى ساده بنسيبه طبعا ساده. عايزين نشكله زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما انتم شايفين، بس نتحرك معاه بالراحه اكننا بنطبطب عليه، اكننا بنطبطب عليه ان هو فعلا محتاج طبطبه. لانه ايه يا احمد؟ لا لانه ايه؟ عشان دايب دوب، صح كده. تعالوا نبص على في الفرن عشان ايه رغده عماله تتكلم وتقول لي شوفي اللي في الفرن عشان لو اتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ربنا سنده ما بيوقعش، اتعلمي بقى. بسم الله. وطول ما احنا بنقول اسم ربنا وبنذكره وبنذكر نبيه عليه افضل الصلاه والسلام عمر ما الحاجه تبوظ مننا. ده استوى من تحت، لكن هطلعه بس كده، مش هياخد كمان دقيقه يا رغده. يعني هو مش هيكمل دقيقه في الفرن. عملنا البيتي فور الدايب، وقلنا لو عايزين القوام بتاعه متوسط نعمله ازاي، ولو قلنا عايزين القوام بتاعه دايب زي ما احنا ما عاملينه النهارده نعمله ازاي، ولو عايزين القوام بتاعه يبقى عامل زي البسكوت مقرمش شويه برده نعمله ازاي. بمقادير سهله وبسيطه ومضمونه ان شاء الله باذن الله. لو جربتوها مش هتجربوا اي بيتي فور تاني خالص. دي كانت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. تعالوا نطلع اللي في الفرن بالمره علشان نشوف شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الله اكبر. النقشة اللي معايا دي بقى او التشكيله اللي معايا دي بتتساب لما تبرد خالص، لما تبرد خالص، وفي النص كده بنحط سنه مربى وعليها من فوق لزايه، عليها فستقايه، عليها بندقايه، زي ما انتم عايزين. اللي عندك سوداني ماشي، عايزه تحطي اي، حتى لو فصوص لولي بتتعمل في المربى بتطلع معاكي زي الفل. شكلي على ذوقك وحسب المكونات اللي موجوده عندك.